بيبي جوي. صباح الخير، انا جوي. اوه حفاضك انتفخ وكلكع على الاخر لانه امتص البلل طول الليل وممكن يبوم، بس ما تقلقش، مع حفاض بيبي جوي الجديد بتكنولوجيا اليابان، الحفاضه الوحيده بحشو التوزيع مضغوطه، بتمتص حتى 6 اكواب وبتوزع السائل بالتساوي على الحفاضه كلها، عشان كده مش بتكلكع. طفلك هينام مرتاح وهيصحى مبسوط. بيبي جوي، حفاضه تروم طول الليل.